عبر سكايب الأستاذ موسى إفشار، عضو اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. ماذا يحتاج المواطن الإيراني أو المواطنين الإيرانيين حتى يسقطوا هذا النظام؟ الخطوات. أحسنتم. الإخوة الأعزاء وخاصة الإخوة في المملكة العربية السعودية، البيت القصيد فعلا الآن العملية الانتخابية مهم جدا، ولذلك يا إخوان الأعزاء يا أشقائنا في المملكة العربية السعودية وفي جميع يعني جوارنا العربي، أرجو اهتمام بهذه النقطة الجوهرية، يعني المقاطعة لشرائح الكبيرة من الشعب الإيراني ومن مختلف القوميات في إيران، من شعبنا الكردي، من شعبنا العربي في الأحواز، وشعبنا البلوچي، كلهم شكلوا كما أشارت السيدة مريم رجبي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية، هم يقاطعون هذه الانتخابات كخطوة الأولى. أستاذ العزيز أستاذ رياض، كخطوة الأولى مقاطعة كبيرة للانتخابات، هذه المرحلة الأولى. بعد ما حصلت هذه المقاطعة الكبرى التي لم يسبق نظيره في تاريخ الإيراني، عندئذ يأتي دور المقاومة الإيرانية المنظمة، مجاهدي خلق ومعاقل الانتفاضة، حتى ينظم ويعبئ هذه الجماهير الغاضبة الرافضة للانتخابات والتي قاطعت الانتخابات باتجاه يعني خطوات يعني مسيرية وانتفاضات التي تؤدي بإسقاط هذا النظام. وهذا الذي تداركت المقاومة الإيرانية ومعاغل الانتفاضة في جميع المدن الإيرانية.